السلام عليكم. المتآمرون والحاقدون على إيران لا يحدهم حد، بصمات إرهابية سعودية. منذ أسبوعين أي قبل الاتفاق السعودي الإيراني، كانت هذه المحطات التلفزيونية جبهة من جبهات الحرب بين البلدين، وكان لبنان مصدر إطلاق النار الإعلامي. أكثر من 15 قناة تلفزيونية تأسست في بيروت بعد حرب تموز عام 2006، معظمها إيراني الهوى تحت إشراف اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية، بينها اللؤلؤ البحرينية، المسيرة، الساحات اليمنية والاتجاه العراقية، ومنها ما هو رسمي كقناة العالم والكوثر وبريس تي في والتلفزيون الإيراني الرسمي. أما القناة السعودية الوحيدة التي تبث من لبنان فهي قناة نبأ السعودية المعارضة للحكم السعودي. برنامج انقلاب الصورة للإعلامي فيصل عبد الساتر على قناة العالم التزم على مدى سنوات وفي حلقة أسبوعية تبث من لبنان بمهاجمة ما يسميه الانتهاكات السعودية. المحارب الأول ضد الإرهاب في العالم وضد داعش هي السعودية. أنه أنتوا عمين عم تضحكوا يا أن الإرهاب مصدره السعودية. الإعلامي فيصل عبد الساتر الذي قدم هذه الحلقات طيلة 7 سنوات يؤكد معلومات الجديد التي تفيد بأنه ليس هناك أي اتجاه إلى إقفال هذه المحطات ولا تقليصها، بل التقليل من حدة لهجتها وتغيير سياستها. لم يتوقف البرنامج، لكن بالتأكيد لم يعد له هذا يعني هذا الحيز في الموضوع السعودي. الواضح أن هناك مناخا لدى إيران في أنها تريد أن تنجي هذا الاتفاق فعلا بتهدئة الوضع الإعلامي، وهذا انسحب أيضا على قنوات الاتحاد عموما دون أن يكون هناك منع أو توقيف لبرامج. يعني مثل ما بيقولوا يعني بالمود، يعني الكل فات بنفس على الموجة. وزير الإعلام زياد المكيري يؤكد أنه لم يتبلغ حتى اللحظة بإقفال أي من هذه المحطات أو انضمامها إلى محطات أخرى. صراحة ما عندنا شيء بعد بهذا الموضوع، يعني ولا إقفال محطات ولا فتح محطات أبدا. إذا في عن إقفال لمحطات إذاعية أو تلفزيونية نحن حتى بحاجة لمجلس وزراء. قبل هل كانت وزارة الإعلام يعني هي عم بتراقب هذا الخلاف الإعلامي أو الحملات التحريضية من داخل لبنان إلى خارج لبنان؟ هل كان في طريقة معينة عم تتبعها وزارة الإعلام لحل هذا الموضوع؟ لا، نحن اجتنا مراسلات من وزارة الإعلام اليمنية. نحن حولنا هذا الملف على المجلس الوطني للإعلام لإجراء المقتضى مثل ما بيقولوا. هو الاتفاق السعودي الإيراني الذي وحد محطات تلفزيونية لطالما أشعلت المعركة من لبنان، فهل سيوحد اللبنانيين أنفسهم؟ زهراء فردون، قناة الجديد.